السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. بكم مرحبا بكم من جديد، وما ننسوش القضية الفلسطينية، هي قضيتنا الكل. ادعوا لي أخوتنا في غزة وفي فلسطين بالنصر القريب إن شاء الله يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يقويهم ويقدرهم. هذا وش نقدروا نعملوا إحنا، يا ما عندنا بيدنا حيلة. لهم يقول لك علاش الحرب في فلسطين وغزة وانتم راكم مازلتوا تبارطاجيو الفيديوهات تاعكم، واش راح نديروا؟ مش راح يتوقف الشغل تاعنا على جال راهي الحرب. إحنا الحرب لو كان بيدنا حيلة رانا درناها، ولكن بيدنا غير الدعاء لهذا لإخوتنا اللي في فلسطين. هنا راح نطيب الكباب. جبت عندي الزر تاع الدجاج قطعته مرصوات، وراني نقلي فيه مع شويه تاع الزيت. هنا كي يتحمر يديك تحميره شابه، راكم تشوفوا فيه هنايا، الله الله. نزيد له حبه بصل مسكربجه ونقليها معها. وهنا عندي الحمص اللي راح نكمل نطيب نص طياب، راح نخليه يزيد يكمل الطياب تاعو مع هذا الدجاج. بالنسبه للزبيس عندي على راس المغرف قرفه غبره، وكذلك هنا عندي شويه فلفل كحل، راس صغير عود تاع قرفه، شوف قد منه شويه برك ما تكثروش، ونقلي كل شيء مع بعض. هكذا بعد ما تقلاو راح نمرق بالماء يكون سخون، ما تكثروش الماء بزاف، يعني شويه برك باش ما بعض المرقه تاعكم تجيكم خاثره. شوفوا كيفاه، ما لازمش تعوم الدجاج كامل، يعني يبان هنا غير نص بك تاع المرق تاعو، باش المرقه دائما تاعكم تجيكم خاثره، تجيكم الله الله وبنينه. وكما نعرفوا الدجاج انه ما فيهش الروح، بالخف يطيب، نغطوا عليه ونخلوه. البطاطا تاع الكباب تتقطع كما تاع الفريت، يعني براد بصح يجو شويه خشان، ما يجوش كما الفريت، الفريت يجي شويه رقيقه، وهذه بصح تقطع شويه خشين عليها. نقلوها ونرجعوا لكم. هكذا بعد ما طيب الدجاج تاعنا راه طاب، دخلوا الطياب كامل، شوفوا كيفاش راه، والصوص تاعنا خثرت ما شاء الله عليها. بعد ما نحينا الدجاج تاعنا اللي طابت المرقه، راح نقلو البطاطا. دوكا ما نقولوش بلي زيت مسخه، على خاطر كنت ديجا قالي بها من قبل. ايضا نقلو البطاطا تاعنا تاع الكباب. هنا نرجعو لاصوص تاعنا ولا المرقه تاعنا باش نحو هذاك الدجاج، باش من بعد نحمروه. تعرفوا بلي الكباب الدجاج تاعو يتحمر بشويه تاع الزيت باش يجي بنين ما شاء الله. راح تشوفوا كامل النتيجه. هذا العظم تاع الظهر تاع الدجاجه، هذه راك تشوفوا فيه يجي مع الصدر، هذه الرقبه تاعها، يعني مش شرط لازم الكباب تطيبوا بالكويس ولا حاجه، المهم بانه حتى بالجناحتين يجيكم كباب ما شاء الله. الجناحتين اللي تحمروهم بالزيت يجوا، واش نحكي لكم. هذه المرقه اللي قعدت هنايا، نقلي البطاطا ونحطها لداخل هنا. باش نخدموا العقده تاع الكباب تاعنا، عندنا هنا شويه تاع المعدنوس مفروم فرما ناعما، عندي هنا حوالي زوج حبات تاع البيض. دوك هنا البيض استعملوا قيسكم، قيس الكونتيتي اللي عندكم، تقدروا تستعملوا حبه واحده، زوج حبات، ثلاث حبات. نزل لها شويه تاع الماء باسكو لاصوص تاعي خاطره زياده. اذا كانت عندكم لاصوص تاعكم ياها، ديروا شي مرقه تاع لاصوص تاع هذيك الكباب هنايا. شوف ونخلطوا مليح، نضربوا مليح 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 بهذه الطريقه. هكذا بعد ما طابت البطاطا تاعي راح نحيها، ونقطعها برك هنايا. بعد ما طابت البطاطا نفرغوها، ولا قطرناها نفرغوها داخل هذا المرقة تاعنا. هكذا نوزعوها، حتى وما طابش مليح البطاطا راح تشرب ولا تطيب مع هذيك المرقة تاعنا اللي كتشوفوا فيها هنا خاطرة. الله الله ما شاء الله عليها. نكملوا نخلوا البطاطا كامل، ومن بعد نرجعوا نكملوا المرقه نتاعنا ولا كباب تاعنا. هكذا كما راكم تشوفوا، بعد البطاطا ما دخلها الطياب وزاد شربت من لاصوص تاع الكباب تاعنا، المرقه هذيك خاطر الله الله، دوك واش نديروا؟ نديروا العقده نتاعنا اللي فيها البيض ومعدنوس. نغوها كامل عليها هكذا بهذه الطريقة، ونغطوا عليها ونخلوها تتجمر. نقولوا حنا البيض هذا كيزيد يطيب، ويزيد تجمر وزيد تخطر.
هكذا بعد ما جمرت الصوص تاعنا شوفوا ما شاء الله عليها يا وتشهي يا وتشهي يا وتشهي. ربي يبارك ربي يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. نطفي عليها ونخلوها ترقد. هذوك واش نديروا الحين؟ نحمروا الدجاج نتاعنا. لازم الدجاج تاع الكباب لازم يكون محمر. شكون ان شاء الله نكون جاهدكم في الجنه. دوكا نبدا نحمر في الدجاج نتاعي. دوكا نبدا نحمر فيه حتى يخرج هذاك يدي هذاك اللون الذهبي الشباب ياك والبنه. دائما انا ما قلتش قالوا قلت بزاف بنينه تهبل الروعه. دوكا راح نقدموا الكباب تاعنا. الله الله الصوص تاعو شوف شحال خاطرة. حطو معاه مرصو تاع الدجاج، الدجاج اللي قويناه، حط مرصو هنايا، رشة تاع معدنوس خفيفة، وطرونشة تاع قارص، يعني هذا التزيين اختياري فقط. وهذا هو الكباب تاعنا الرائع الشهي اللذيذ اللي من عندي ما نحكي لكم عليه. خوتي خياتي كانت هذه وصفتنا تاع نهار اليوم اللي هي كباب بالدجاج طايب على قنيه ما شاء الله. لا صوص تاعو خاثره عاقده ما نحكي لكمش. والبنه دائما نقول لكم انا ما قلتش قالوا قلت بالسبين. نتمنى نجربوا هذه الوصفه وتاكلوا لذاتكم حاجه بنينه ما شاء الله عليها وتلهوا فيكم بزاف بزاف. وان شاء الله نكون شاهدكم في الجنه.